مساء الخير. تزامنا مع اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد، وتتمة لباقي الحلقات التي خصصناها على قناتكم محتوى هادف من أجل التوعية بهذا الاضطراب، نستضيف في هذا الفيديو أخت أحد الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد من أجل أن تقربنا من تجربتها مع أخوها آدم، وكيف كان سببا في اختيارها لشعبة علم النفس والتربية الخاصة. ونستضيف في هذا الفيديو الأستاذة نهيلة دودو. أستاذة نهيلة، مرحبا بك. شكرا لك. بداية كسؤال مبدئي، يعني قبل أن تعرفي بأن آدم مصاب باضطراب طيف التوحد، كيف كانت نظرتك للإعاقة عموما؟ في أول الأمر كيبان لي أن الإعاقة أو التوحد، ما كنتش عارفة شنو هو التوحد، كنسمعوا الإعاقة هذاك الدري معاق فقط، فكان كيبان لي واحد الحاجة اللي هي بعيدة عليا كل البعد، يعني شي حاجة اللي ما غاديش تقيسني أنا، ربما الناس الاخرين اللي كنشوفهم في الزنقه هذاك راه عالم بوحده مختلف عليا، ما غاديش يقيسني في واحد النهار. حتى جا النهار اللي غادي نكتشف، ولا اللي كنا رافضين فيه في الاول، كنا رافضين نتقبلوا ان هذاك الوليد راه حتى هو من هذاك العالم اللي هو مختلف علينا. اللي غيجي النهار غنقولوا لا، هذاك الولد راه واقيلا غير في الاعصاب، راه غير مازال ما نطقش، راه غير معطل في المشيه، حتى صافي ما بقى لنا حتى شي حاجه اللي غنبروا بها لراسنا. ثم اختارينا اننا نتوجهوا لطبيب عام، ماشي حتى طبيب نفسي، طبيب عام هو اللي رشدنا لطبيب نفسي، قال لنا ان هذا الوليد راه عنده واحد الاختلاف، ديوه للطبيب النفسي. ثم غنسمع اول مره المصطلح التوحد. التوحد شنو هو التوحد؟ واش ربما كاين الناس اللي كيتخلف لهم مع الاكتئاب، واش هو واحد اللي كيبقى منعزل كيبغي يبقى بوحده، شنو هو التوحد؟ تما بديت كنقلب غير باغ انترنيت في كتوبه، باغا نفهم شنو هو التوحد، واش هو واحد الوحش اللي غياخذ مني خويا الصغير، واش هو مرض اللي غنداويه وغنعطيوه دواء، ولا سيرو غادي يبرى. انا في الاول فاش ديناه للطبيب راه عطانا دواء وقال لنا هاد الدواء غادي يولي به مزيان، ربما هو كان كيقصد بعض الجوانب، لان من بعد راه غنعرفوا ان الدواء فقط راه ما كانش هو العلاج الوحيد. بدينا كنقولوا واش هذا مرض غادي نعطيه واحد الكينه وغادي يبرى، واش كاين شي دواء سحري. يعني في الاول كنا تنقلبوا لاي دواء سحري اللي غادي يبعد هاد الصفه، لان يعني كما قلت لك كان واحد الحاجه اللي كنقول بعيده عليا ما غاديش تقيسني، نهار قاسني كانت الصدمه. نعم. طيب، كما نعلم جميعا فانه من الصعب على الاسره ان تتقبل فكره ان طفلها مصاب باضطراب ما، اضطراب التوحد او الاعاقه الدينيه او غيرها. كيف استقبلت أسرتك هذا الأمر؟ وكيف وصلت لمرحلة التقبل؟ في الأول كان كالصاعقة بالنسبة للأسرة، سواء الأسرة الصغيرة أو الأسرة الكبيرة، العائلة ككل ما كناش متقبلين هذا الأمر. كما قلت لك راه كان واحد الوحش اللي غادي ياخذ لينا الفرد الأصغر، آخر العنقود في العائلة. دونك كان واحد الإحساس اللي هو صعيب. قبل ما نقول ان عندي واحد الاخ عنده التوحد خاصني نبكي قبل ما نقول هذا الوليد راه عنده التوحد خاصني نبدا نبكي، على اساس ان التوحد اللي هو شي حاجه خايبه وراه خاصو يبقى بعيد عليا. مي باش غنوصلوا لمرحله التقبل، كانت الخطوه الاولى هي ملي بدينا كنجيبوا الاخ ديالي انه يستفد من حصص الترويض النفسي الحركي. حتى المصطلح ديال الترويض النفسي الحركي ما كنتش عارفه شنو هو الترويض النفسي الحركي، واش كيروضوا النفس، واش كيحركوا النفس، دونك كان مصطلح مبهم بالنسبه ليا. هنا بدينا كنتلاقاو مع امهات اخرين، ملي كيبدا داك ربما هو كعلاج جماعي، كتبدا تشوف واحد الام حتى هي راه عندها واحد الوليد اللي ربما كما تيقولوا ولدي كفاس من ولدك عنده واحد الحاله اللي كثر من الطفل ديالك، كتشوف يعني داكشي اللي عانيتي نتايا راه كيعاني واحد اخر. انا ملي كتكون غادي في الشارع مع ناس عاديين كتقول علاش غير انا اللي ديما كيكون هذا السؤال ديال علاش ربي غير انا، علاش انا عندي هذا الوليد اللي هو مختلف مشوهنيش وكيغوت، حتى الناس ما كيرحموش، النظره ديال الناس ما كترحمش. كنسمع مصطلحات واش مخصوص في عقله، واش هبيل، واش مسطي، عطيوه الدواء، واش ديتوه لشي ولي صالح انه يزور باش يولي مزيان. فملي كتدخل لهنا كتدخل للعالم ديالك، كتلقى وليدات كيشبهوا ليه، دونك ما كيبقاش داك الاحراج، كتحس براسك مرتاح، تقدر تطلقو وتقول وتا داك الدري راه بحالو، لان كما تيقولوا اذا عمت هانت ملي كتكون بوحدك كيكون احساس مختلف. دونك هذه هي الحاجه الوحيده اللي خلاتنا اننا نبداو نتقبلوا ان ماشي غير انا اللي تقاسيت بهذا المرض، كاينين ناس اخرين اللي تقاسوا به.
فهنا بدأت رحلة ديال التقبل. طيب أستاذة نويلة، أكيد ليس من السهل أن تكون هذه المرحلة عادية، ومن المؤكد بأنه كانت هناك الكثير من التحديات والمعيقات. حبذا لو وضحتي لنا هذه المعيقات وكيف واجهتها؟ المعيقات من ناحية ديال الدراسة ديالي، كان الحاجة اللي كنت كنسمع بزاف، أنا ما خاصكش ديري تخصص علم النفس لأنه خاص الناس الحماق كما كيقولوا، راه غادي تقراي غادي تحماقي، غتبقاي تقراي على الحماق، واش انت تقدي تتعاملي مع دوك الحماق؟ ديما كنت كنسمع هذا المصطلح ديال الحماق، فديما كنقول لهم لا، راه الا كانوا حماق اذا راه كتهضروا على الاخ ديالي، فديما كانت الانطلاقه ديالي منه، فحتى الاختيار ديال شعبه علم النفس كانت الانطلاقه منه. ربما انا من بعد كنت ربما كنت انانيه في اختياري، لان في الاول بديت فقط غير على قبل الاخ ديالي ادم، انا من بعد مرور سنوات غنعرف بلي ما كاينش غير خويا ادم، كاينين وليدات اخرين، وهذا الشيء بدا ملي دخلت في العالم ديال التربيه الخاصه، هنا عرفت ان ما كاينش غير ادم بوحدو اللي خاصو يستافد، كاينين وليدات اخرين، كاين كل وليد الخدمه اللي خاصه، دونك حتى بالتعامل ديالي معاهم في الاول كان كيصحاب ليا انا اللي غادي نوري لدوك الوليدات، انا اللي غنعلمهم، مي في الحقيقه هما اللي كيعلموك، هما كيعلموك كيفاش تقبل ذاتك، تقبل راسك، تقبل دوك المعيقات اللي كانوا كيحطوهم المجتمع، هما كي ربما حنا كنتاثروا، انا ملي كنسمع مثلا الاخ ديالي مريض ولا انا كنتاثر، مي هو كتشوفه ربما تاثر ما كيبان عادي، دونك هما علموني كيفاش غادي تقبل النواقص ديالك، كيفاش غادي تواجه المعيقات، يعني كتشوف وليد ربما عنده اعاقه حركيه مع ذلك كيتقاتل وباغي يتعلم وباغي يزيد لقدام، فكنقول انا ربما عندي غير هاد المعيقات البساط وما قدش نتحداهم، وراه كيتحدى ذاته وكيتحدى الجسد ديالو، واحد الحاجه اللي هي فالاعاقه جايه من واحد المعيق ومع ذلك كيتجاوزو. بالنسبه للمعيقات من الجانب ديال المجتمع، فكما قلنا ان النظره ديال الناس، الهضره ديالهم، ديوه الوالي زوروه، هذه اكبر نقطه كانت واحد المعيق كبير ديال زوروه، كنحاول نشرح للناس، يعني كان ربما التحدي الاول هو كيفاش غتقنع العائله ان هذا الوليد راه خاصو واحد العلاج، خاصو تقويم النوض، خاصو العلاج النفسي الحركي، خاصو العلاج النفسي، ما خاصوش والي، يعني هذه النقطه كانت ربما واحد النقطه سوداء تحدي. كيفاش غادي نقنعهم؟ والحمد لله في الاخير وصلنا انهم اقتنعوا باللي راه هاد الولد راه ما خاصوش والي صالح او لا رقيه، مزيانه الرقيه ولكن ماشي من اجل العلاج. دونك هذاك مرض خاصو او لا اضطراب خاصو بزاف ديال الحوايج، خاصو تقويم النطق، خاصو التربيه الخاصه، الترويض النفسي الحركي، العلاج النفسي، هادو تخصصات كاملين خاصهم يجتمعوا يلا غيعطيونا واحد العلاج ربما جزئي لذاك الوليد، زائد العلاج الاكبر اللي كيكون من العائله، فما غاديش نديه انا كنت كنجيبو مثلا للسبيطار وكنقول له صافي راه كافيه، لا هي ما كافياش، راه خاصني ملي نديه نكمل الخدمه ديال داك ديال دوك المختصين كاملين، اذا العلاج الاكبر كان هو من العائله ماشي فقط من المختص. نعم طيب، الطفل التوحدي غالبا ما يتعلق بشخص واحد ويكون له ويكن له الحب والتقدير، كيف هي علاقتك بآدم؟ وهل أنت هو ذلك الشخص؟ ربما في العائلة ديالنا ربما كيقول لي آدم كيتصنت لك أكثر. ربما حيت أنا كنهضر معاه كشخص عادي، دونك هذه هي الحاجة اللي كنقول لهم، راه هضروا معاه عادي، ماشي غتصغر معاه الهضرة ولا وراه ما عارش، قضي لي هاد الغرض، عاونو في هادي، خليه يعتمد على راسو باش يوصل، لانه الا لقى كلشي متوفر ليه ما عمرو غادي يعتمد على راسو، مي الا خليته يعتمد على راسو، دونك انا الحاجه اللي اختاريت مع خويا ان نهضر معاه عادي، ادم دير هادي، حط هادي، هادي ما كدارش، دونك حتى هو بدا كيكبر، عرف راسو انه كبير، ما بقاش مخبي مورا داك الحاجز ديال الاعاقه، لحقاش حتى الوليدات شي مرات كيشدوا داك الحاجز ديال الاعاقه باش يقول لك وانا معاق، يجلسوا انا معاق وانا معاق، انا راه ما كنعرف ندير والو، دونك اختاريت اني نتعامل معاه عادي، كنظن ماشي غير انا، حتى الام ديالي يعني العلاقه ديالو معها مزيانه كأم، ديك الخدمه ديك العلاقه ديال الام وطفل مع الاب ديالي كذلك، يعني ما بقاش داك الطفل التوحدي هو طفل منعزل، بالعكس ولا طفل عادي في الدار،
غادي نهضروا معاه عادي، غادي يقضي حوايجو لراسو، حتى هو مسؤول، عنده مسؤوليات، قد هادي ديالك انت خسرتي هادي غادي تصاوبها. وكنظن هذا هو ربما، هذا راه حاجه عاديه كتبان للناس حاجه عاديه، ولكن هذا راه علاج بالنسبه للاطفال، هذا راه علاج. ان الحاجه اللي كيكونوا محتاجين هو انهم يندمجوا في المجتمع ويندمجوا في الاسره قبل ما يندمجوا في المجتمع. هناك الكثير من الناس يطلبون أو يطالبون بتغيير مصطلح إعاقة. في نظرك هل يجب أن نغير هذا المصطلح أم التمثلات حول الإعاقة؟ يجب تغيير التمثل، لأن المصطلحات جربنا بزاف ديال المصطلحات، المعتوه، المخبول، المعاق، فذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن مازال نفس التمثل. يعني ملي كنقول هذا الوليد عنده إعاقة أو لا من ذوي الاحتياجات الخاصة، نفس التمثل، آه مسكين، أو الله يشافي. ربما الله يشافي راه دعوة زوينة، ولكن بالطريقة باش كتوصل للأم هي واحد الطريقة اللي كتضرها في خاطرها كما كنقولوا. يعني خاص تبدل التمثل ملي نشوفوا شي وليد عنده إعاقة أو لا، كيف ما بغات تكون. راه حنا كاملين عندنا نواقص، كاملين عندنا اضطرابات نفسية، ماشي فقط، غير هذاك الوليد ربما زايد أو لا، ربما هذاك باينة فيه. وده هو المشكل اللي كنا تلقاو، حتى أن وليد التوحد ما كتبانش فيهم، فملي كيهضر كيبقى ماله مسكين، واش معاق وما بيناش فيه وما يستاهلش، علاش زعما خاصو حتى يكون باينه فيه عاد يكون يستاهل. دونك الاعاقه ربما ولات حتى معيار، كي اللي كيبغي يعار تيقول ليه واسير انت راه معاق. يعني ولات رديناها لواحد الجانب ديال كنربطوها بالعجز، كنربطوها باي شيء سلبي في الحياه كنربطوه بالاعاقه. يعني خاص يتبدل التمثل ديال الاعاقه قبل ما يتبدل الاسم، لان الاسم ممكن نختاروا اي اسم كيف ما بغى يكون، ولكن غيبقى نفس التمثل ديال المسكين وعاجز. طيب أستاذة نهيلة، نشكرك على هذه التوضيحات وهذه الإجابات وهذه التجربة صراحة التي تقربنا من الطفل التوحدي وعالمه الخاص. يعني ككلمة أخيرة ونصيحة للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال يعانون من نفس الاضطراب الذي يعاني منه آدم. نصيحة للجميع، الآباء سواء اللي عندهم أطفال عندهم توحد أو لا، أي إعاقة كيف ما بغات تكون، أنهم يتقبلوا وليداتهم ويصبروا. يعني ما يقولش وصافي أنا درت لي هاد الحاجة نهار يومين 3 أيام صافي غادي نعيا وغادي نرجع للور. لا، يتقبلوا كيف ما هو، راه هي رحلة صعيبة ورحلة شاقة، بالخصوص أن في المجتمع ديالنا مازال ما كاينش، ما متوفرينش حقوق لهاد الأطفال، ما كاينش عندهم فين غادي يمشيو. جمعيات ربما في مدينة خنيفرة راه في واحد الوقيتة كان ما كانش شي حاجة سميتها جمعية ديال الإعاقة، كانت شي حاجة اللي منعدمة. فأنا شخصيا أو العائلة ديالي بشكل خاص اضطرينا أننا نبدلوا مكان السكن على قبل أن خويا يستفد من بعض الحصص، فاضطرت العائلة أنها تفرق. الأب ديالي كان في بلاصة والأم ديالي في بلاصة على قبل الأخ ديالي. فهي رحلة شاقة، وفعلا كيقولك ما غيحس بالمزود غير اللي مضروب به. هي رحلة صعيبة، ولكن بالصبر وبالتقبل كتهون. يعني ملي كدوز بزاف ديال الحوايج وكتشوف من موراك شنو دوزتي، واش انا درت هادشي كامل، واش انا تحملت هادشي كامل، وكتشوف ان كانت نتيجة. اما الا بقينا كنتحملوا وما خدمناش وما درناش مجهود مع داك الوليد، ما غاديش تكون نتيجة. ربما كنصبروا على واحد الحاجة اللي غادي تبقى ديما هكاك، ما والأمل غنستافدوا دائما والو، هناك ديما الأمل. يبقى أمل عند، واخا صعيبة راه كيقول لك، وراه الأمل والصبر راه شي حاجة اللي هي صعيبة، ولكن نحافظوا عليها. ربما حتى الأم اللي تشوف راسها عيات ولا الأب شاف راسه عيا، تحاول الأم هي تهتم براسها قبل ما تهتم بولدها، ما تدوزليش ديك الطاقة السلبية. كتلقى الأم دابزة مع الأب نايضة الحرب في الدار، كيردوا ديك الطاقة في الوليد، فكيولي حتى هو كيغوت بحالهم، حتى هو كيقول لك وراه الولد كيغوت، الولد تعلم الغوات ماشي كيغوت. دونك الصبر والتقبل هذا هو افضل علاج لجميع الاطفال. شكرا أستاذة نهيلة، وشكرا على الاستضافة، وسنلتقي إن شاء الله في فيديوهات قادمة. شكرا. إذا هذا كل شيء فيما يخص هذه اللقاءات التي جمعتنا مع أخصائي نفسي حركي وهو الأستاذ طارق محامي والأستاذة نهيلة دودو وهي مختصة في التربية الخاصة. وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم قليلا، وأن تكون الرسائل والتوضيحات التي وجهها هؤلاء الأخصائيون واضحة
وأتمنى أن نلتقي في فيديوهات قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.